كمان النهاردة مشاهدينا الكرام، عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء لتوضيح عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات الزراعية التي تنتهجها الدولة خلال المرحلة الحالية، وذلك تحت عنوان السياسات الزراعية ما بين التحديات والفرص. وقدم وزير الزراعة نبذة عن أهمية المجال الزراعي في توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية. كما تحدث الوزير أيضا عن رؤية الوزارة المتمثلة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على نمو سريع ومستدام وشمولي للقطاع الزراعي في إطار من التنمية الريفية المتكاملة. وتحدث الوزير أيضا عن مفهوم ومحاور الأمن الغذائي والأهداف الاستراتيجية للدولة فيما يخص هذا القطاع الحيوي والآراء الإيجابية التي أدلت بها المؤسسات الدولية حول أداء وتطور القطاع الزراعي في مصر. تعالوا مشاهدينا نشوف الوزير قال إيه تحديدا عن الصادرات الزراعية المصرية وقطاع الزراعة. أصبحت الصادرات الزراعية المصرية يمكن حضراتكم لمستوا إن لها دور كبير، وأصبح لنا اسم في العالم، وبنصدر لجميع الدول أكثر من 350 منتج زراعي، وبالتالي إن قطاع الزراعة هو في بؤرة اهتمام القيادة السياسية. ويمكن الدولة المصرية يمكن اهتمامها بمسألة الأمن الغذائي وتوفير الغذاء لشعب مصر العظيم وغذاء آمن وصحي ومستدام كان الهدف من هذا الأمر. يمكن القيادة السياسية تبنت مجموعة من المشروعات اللي بتدعم قطاع الزراعة وبتقلل الفجوة وبتقلل فجوة الاستيراد وبتعظم الاكتفاء الذاتي. أهم حاجة من هذا من هذه المحاور هو محور التوسع الأفقي. يمكن حضراتكم شفتوا المشروعات الكبيرة اللي بتبنتها الدولة المصرية في مسألة زيادة مساحة الرقعة الزراعية. مشروع يمكن شفتوا مشروع إطلاق مشروع الدلتا الجديدة العملاق، مشروع تنمية توشكا وجنوب الوادي، إن شاء الله قريبا تنمية شمال ووسط سيناء، مشروعات المنيا وغرب المنيا وجنوب الوادي، مشروعات الوادي الجديد، كلها مشروعات الريف المصري 1.5 مليون فدان. يعني الدولة داخلة في مشروعات على التوازي بتستهدف زيادة الرقعة الزراعية لتعويض ما تم تأكله من الأرض القديمة. مشاهدينا الكرام، بالتأكيد جهود حثيثة بتقوم بها وزارة الزراعة تحديدا والوزير سيد القصير فيما يتعلق بالحاصلات الزراعية والصادرات الزراعية المصرية. تعالوا نشوف دلوقتي مشاهدينا الكرام الوزير قال إيه عن استصلاح الصحراء ودور الدولة الكبير في ذلك. إحنا يمكن لو تسمحوا لي إن أنا أقول إن مش دول كتيرة في العالم بتلجأ إلى استصلاح الصحراء. العالم كله لو حضراتكم تابعتوا الأخبار بتجدوا يفقد كثير ملايين الهكتارات سنويا بسبب التصحر، بسبب الجفاف، بسبب التغيرات المناخية. على العكس بقى الدولة المصرية بتستصلح الصحراء وبتعيد إحياء الصحراء، رغم إن ده بيكلف الدولة المصرية كثير من المليارات، ولكن في إطار إيمانها ودعمها والحكومة وتوجيهات القيادة السياسية إن ندعم ملف الأمن الغذائي. يمكن كمان من بخلاف مشروع التوسع الأفقي وهنتكلم فيه بالتفصيل لو الوقت يعني أتيح، أيضا كان هناك مجموعة من القرارات الاستباقية زي مثلا احنا عندنا تحديات في القطاع الزراعي. اهم تحديات في القطاع الزراعي ايه؟ يمكن حضراتكم شفتم محدوديه الارض الزراعيه والتاكل والتعديات على الارض الزراعيه، وبالتالي الدوله بتحاول تجد يعني محور التوسع الافقي ان احنا نزود ونستصلح الصحراء رغم محدوديه الموارد عشان نقدر نعوض هذا ونقدر نلبي احتياجات الشعب المصري. الحقيقة هو الوزير قال حاجات مهمة جدا المفروض ان احنا نقف عندها وناخد بالنا منها الحقيقة في ظل الأزمات الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها. قال ان احنا يمكن بنمر بظروف صعبة خاصة فيما يتعلق بمحدودية الأرض الزراعية وأيضا التعديات التي تتم من قبل البعض على هذه الأرض الزراعية، ومن هنا نتجه إلى التوسع الأفقي في محاولة لاحتواء الموقف الراهن. الحقيقة برضو هنروح لوزير الزراعة أيضا ونشوف قال إيه تحديدا عن المياه وإجراءات الدولة للتعامل مع التغيرات التي تمر بها مصر خلال هذه المرحلة، تلك التغيرات التي تواجه الزراعة.
ايضا محدودية المياه. يمكن حصتنا من المياه موجودة من ايام ما كنا 2 مليون مواطن وايام ما كنا 2 مليون فدان. احنا دلوقتي بنزيد عن 100 مليون واصبحنا بنتحدث عن 9.7 مليون فدان كأرض زراعية، ولكن مساحة محصولية حوالي 17.5 مليون فدان نتيجة تنوع. يعني احنا الحمد لله ربنا بيميز الدولة المصرية تعدد وتنوع العروات، وايضا اثر التكثيف المحصولي بتصل المساحة المحصولية حوالي 17.5 مليون فدان. كانت الدولة المصرية واخدة عشان تعالج هذا الامر ان احنا نجد مصادر بديلة لتعويض برضو احتياجاتنا للمياه بعيدا عن موضوع سد النهضة، ولكن احنا مع زيادة الارض الزراعية ومع زيادة الاحتياجات ومع التغيرات المناخية اصبح لدينا احتياج، وبالتالي كانت الدولة المصرية سباقة في مسألة معالجة مياه الصرف الزراعي. يمكن احنا انشأنا محطتين، محطة المحسمة اللي خدت افضل مشروع في العالم في 2019، وايضا محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اللي خدت اكبر مشروع في العالم، ودي كانت بتعمل 5.6 مليون متر مكعب يومي، وان شاء الله قريبا سوف يتم افتتاح محطة الحمام اللي هي تغذي مشروع الدلتا الجديدة. وبالتالي نجد في هذا الأمر أن الدولة بتاخد إجراءات استباقية لتعدد مصادر والتغلب على التحديات اللي بتواجه الزراعة. الدولة بالفعل تقوم بإجراءات استباقية في محاولة لاحتواء الأزمات الحالية فيما يتعلق بمشكلة المياه تحديدا. وقال الوزير سيد القصير أنه لابد من إيجاد مصادر بديلة لتعويض احتياجاتنا من المياه تحديدا مع زيادة التحديات وزيادة أيضا التعديات. وهناك أيضا محاولات حثيثة من قبل الدولة وبالفعل مشروعات لمعالجة الصرف الزراعي أو مياه الصرف الزراعي للاستفادة منها بالنحو الأمثل في ظل هذه الظروف التي نمر بها.